احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد ينبوع والدة الإله القابل للحياة. وبهذه المناسبة المجيدة ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة خدمة القداس الإلهي بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين، بحضور الأم عويس رئيسة الدير وأخويتها. وقامت بخدمة الترتيل جوقة القديس نيقولاوس في الصريح بحضور جمع من المؤمنين وسط إجراءات احترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. وفي كلمته الروحية أوضح سيادته أن الكنيسة المقدسة سعت لإبراز دور والدة الإله الفائقة القداسة حتى نكون مكرمين ومعظمين لها، وبهذا تمتزج أفراح الأعياد المباركة مع أفراح القيامة المجيدة. بهذا الأسبوع العظيم المقدس نحن بحضن أمنا الفائقة القداسة في ديرها هون في دبين، ومين بقدر إنه يلتجئ لأمنا الفائقة القداسة وما تكون هي سريعة المعونة والاستجابة؟ مكانتها في الكنيسة كالدائمة البتولية وثيوتوكوس والدة الإله كتير مهم إنه نحن في ضميرنا يكون في عنا مكانة أمنا الفائقة القداسة كما وضعتها كنيستنا المقدسة الأرثوذكسية ثيوتوكوس والدة الإله والدائمة البتولية قبل وأثناء وبعد الولادة. بتول طاهرة، هاي هي مكانة أمنا والدة الإله في كنيستنا الأرثوذكسية وفي قلوبنا، وعشان هيك الكنيسة اليوم بتبرزها كقدوة إلنا حتى نقتدي فيها في زمن لتحطم كل القدوات في حياتنا. كنيستنا اليوم بتبرز لنا أمنا الفائقة القداسة حتى تكون قدوة لبناتنا وأولادنا في حياتنا هون.